إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا إن شاء الله له نفس السيارة 2018 اللي أخذناه أو أخذه مستخدم وسوينا له صيانة، وكانت إن شاء الله اليوم اللي هي آخر مرحلة صيانة، أقول ممكن تعديل اللي هو التغيير. طبعا نظام التبريد اللي هو المويه والبرد والحراره يفترض انه يكون يتغير من 150 الى 200,000. فان شاء الله اليوم راح نغير البلف مع مويه راديتر، لكنه ف الموديلات هذه ايضا كان فيها بعض المشاكل وحلها بسيط، زي برد حراره الجير تم تعديله، زي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بلف الحرارة هذا دائما بعض السيارات أو بعض الشباب الملاك يعاني من تعليق المروحة سبب أن البلف يفتح ما عاد يقفل، خصوصا بعد 150 إلى 200,000 الأغلب تضرر. فتلاقي عند الحرارة حقت الوكالة كانت أول شرط تحت النص، مع أن البلف حق الوكالة يفتح 86، لكنه يعني ما شاء الله في مرونة، ولكن مع الأيام راح يفتح ما عاد يقفل. النظام هذا يجي كوع بالكامل، يجي مدمج كوع مع البلف، والوكالة ما تبيع إلا كوع كامل. فإذا جاء بدنا نغير كوع جديد من الوكالة راح ترتفع عنده الحرارة ويصير عنده البلف أقوى، فيصير في الاستخدام العادي إذا دعس دعسات قوية ترتفع الحرارة عنده. وطبعا ارتفاع الحرارة الشرطة فوق النص ما هو عيب، بالعكس هذه قراءة السيارات الأمريكية، دقة قراءة الحرارة بالشكل أدق من السيارات الأخرى، بحيث انه الرنج فيه ممكن ما يتعدى من 10 ل 15 وراح يتحرك معك المؤشر، عكس السيارات اللي هي زي الكامري او الياباني بشكل عام او السيارات الكوريه برضه بشكل عام، الحساس اللي فيها يقرا حراره المويه وليس حراره المحرك الفعليه. هنا لا، هذا الحساس هنا يقرا حراره المحرك الفعليه. ايضا القراءه بين اختلاف بين السيارتين، السيارات الامريكيه الرنج اللي فيها حدود يمكن 5 الى 10 ويرتفع معك المؤشر، فإذا ارتفع معك المؤشر في العقبات أو في الاستخدام الغير طبيعي في بعد النص بشرطة حاجة بسيطة يعتبر طبيعي. لكن السيارات الكورية اليابانية أحيانا توصل إلى 110، طبعا المؤشر راح يقف أو يرتفع من بعد 70، لكن من بعد 70 إلى 110 يكون ثابت، رنج كبير عشان يتغير المؤشر فيها. على العموم لنا في المقارنة، لكن بس حبيت أن أتكلم من ناحية دقة الفحص أو دقة تشخيص الحرارة أو كرة الحرارة. ف هذه الموديلات جاء فيها عيب في نفس البلف والتصميم حقه. في موديلات 21 كل المشاكل اللي ذكرناها زي الكوع او البلف الحراره حق المحرك او بلف حراره الجير او مثلا ترمبه الباكم هذه راح ان شاء الله نلغيها، وصار لنا فيها تهريب وتطلع صوت زي صوت التكتكه بعض الاحيان والناس تفكرها تكايت ما تكايت، هذه كلها الان راح نعدلها. زي الان ترمبه الباكم هذه راح ان شاء الله نلغيها وراح نركب لها ان شاء الله هوز مباشره على الثلاجه نفس النظام القديم. ايضا التهريب هذا الان ما له حل الا انه افك ترمبه الباكم واحط مكانها سداده. بلف الحراره كان نعدل عليه بعض السيارات حقت اللي هو نقص الكوع او نعدل عليه وركب عليه بلف النيسان، لكن انا سبحان الله يعني مع الايام لقينا في شركه ماز عندهم بلف يجي بنفس التصميم هذا ولكنه ألمنيوم، ولكن بنفس الوقت يختلف من جوا وتقدر تركب عليه اللي هو بلف حق الموديلات 2014 وما قبل. يعني عندك من 99 او نقول من 2000 الى 2014 البلف فيها راح يركب على الكوع حق شركة اكسيد. الشاهد من الموضوع انه حتى موديلات 21 الاشياء اللي ذكرتها من العيوب زي البلف الحرارة، ترمبة باكم الفرامل، بلف حرارة الجير كلها تعدلت في موديلات 21، والسبب انه كان تجربة معينة ما نجحوا فيها فرجعوا البلف حق الحرارة في موديلات 21 22 23 نفس النظام الجيل القديم اللي هو من 14 وما قبل، وصارت ترمبة الموية العادية في المنتصف والبلف في الجهة اليسار نفس الجيل حق 14 وما قبل، وألغوا الترمبة هذه. بلف الحرارة صار عندهم داخلي ولكنه يفتح برضه على 70. ترمبة الباكم هذه ألغوها بالكامل وصار عندهم نظام الـ ABS مدمج مع علبة الفرامل بدون باكم. هذه في 21، يعني تلافوا بعض العيوب والمشاكل اللي كانت موجودة في الجيل 2015 إلى 2020.
ولكن جت برضو عندهم 21 مشاكل أدهى وأمر، لو مسألة مشاكل التكيات ومسألة نظام توفير الوقود اللي هو نظام TAFM اللي صار يشتغل 2 سرندل 4 سرندل 6 سرندل 8 سرندل، وتلاقي أغلب الملاك أو ما راح أبالغ فيها الكثير تضرر بسبب التكيات في النظام الجديد. يعني حلوا مشكلة وجابوا مشكلة أكبر. العموم علينا، اليوم الكوع اللي بتكلم عنه أنا هذا، والسبق أنا ركبته على موتوري 2016 سوبرمان، وكان هذا سبحان الله فكرتي من زمان إنه ودي ألقى أو أجد كوع يناسب التصميم اللي عندي وركب عليه أي بلف. سبحان الله شركة الأكسيد اللي هي شركة طبعا اسمها طبعا موقع ماز في الرياض، موقع أو شركة ماز في الرياض عندهم بلف الأكسيد هذا، طبعا هذا المحرك يجي البلف مع الكوع، يعني هذا يجي مع الكوع. في برضو عندهم بلوف في 71 واللي تبغاه. على العموم الكوع هذا عندي من شركة ماز أو شركة أكسيد ألمنيوم بنفس التصميم اللي عندي هنا، لاحظوا اللهم هذا بلاستيك ويجي البلف حقه مدمج ثابت في الكوع. هذا يجي نفس الموديل حق 2007 وما قبل بهذا الشكل، ويركب عليه بلف الشفر. طبعا هذا البلف اللي عندي 71، البلف هذا اللي يجي عليه 71. طبعا ما تبغى بلف رياضي، طبعا هو يسمى بلف رياضي، ما تبغى بلف رياضي، ما تبغى بلف 71 عادي، خذ الكوع وركب عليه حق موديل 2007 او 14 او 2006 اللي يجيك 86، ركبه على الكوع ويصير كذا انت كسبت كوع يكون يقبل اي بلف. وبلف هذا ما شاء الله تبارك الله البلوف حق الجيل 2007 او 14 وما قبل بلوف عملية وتعيش فترة أطول من هذا التصميم. العموم اللي إن شاء الله عندنا تغيير باف الحرارة مع الكوع من شركة أكسيد، وعندي إن شاء الله راح نلغي نظام فرمة باك من الفرامل اللي مكلفة قيمتها حدود 900 ريال وتركيبها يختلف من ورشة لورشة، وحتى تدعس مرتين على الفرامل وانت واقف حتى لو كان سليمة تحجر. أنا لما ألغي نظام وأرجع نفس النظام الجيل 14 وما قبل عن طريق ثلاجة المحرك، وهذه كان برضو موجودة في أغلب السيارات، راح تدعس على دعسة الفرامل لك 24 ساعة إذا حجرت. أنا أتحمل المسؤولية، لكن بهذا النظام مجرد دعستين تحجر معك. أيضا من مشاكلها التهريب زي كذا، بعض الناس ما هربت عنده تعطلت، لكن زي هذا الآن ما هي متعطلة لكن عنده تهريب زيت، لأن هي عملية حركية عن طريق حركة بكرة الكرنك، ومراكبة في صدر المحرك أو جنب المحرك عشان التزييت. فراح إن شاء الله اليوم نسوي لها حل جذري، بدل ما يشتري الترمبة ومكلفة راح بعون الله ألغيها له نهائيا، ونركب عن طريق سحب الهواء عن طريق الثلاجة، وبعدها راح إن شاء الله نركب له فلتر الهواء. هذا طبعا عندي الموية الأصلي المركزة، راح إن شاء الله طبعا هو مكتوب أصفر لكن هو موية خضراء، وراح إن شاء الله نخففها بالموية المقطرة عشان نخليها 50-50. والآن أول ما أبدأ راح أفك إن شاء الله طبعا بكل حالتين عشان أعدل باكم الفرامل أو بلف الحرارة، راح أعرف كل الأحوال لازم أفك قربة الهواء، أفك اللي عندي اللي هنا الهوز حق التبخير والقفيز حق البوابة أو القربة، أيضا عندي هنا الهوز الثاني حق التبخير والقفيز حق قربة الهواء. فكينا الآن قربة الهواء، أو الآن بعد ما فكينا القربة راح أفك المسمار هذا، المسمار اللي وراء، المسمار هذا. قبل أفك المسمار راح أفك القفيز من الهوز عشان أقدر أفك الكوع لما يكون ثابت في القاعدة نفسه، عشان يسهل لي لما أفك القفيز اسحب الهوز من القاعده حقت الكوع، وبعد راح افك بلف الحراره من القاعده، وبعد راح افك الهوز اللي هنا عشان نفرغ المويه بالكامل من الراديتر. الهوز هذا يفرغ المويه من الراديتر بالكامل، وبعدها راح ان شاء الله نفرغ المويه من السرندلات عن طريق النفخ باللي الهواء عن طريق مجرى البلف. فرغنا المويه
افتح الان القربة عشان عملية التنفيس. اوكي برضه الهوز اللي هنا هذا الحين راح نفك الكوع، لكن برضه ايضا هذا عندي الهوز حق التنفيس حق السرندلات اللي رايح لقربة الهواء. للأمانة يجي فيه هنا عيب، حط لي أنا ما أدري إيش الهدف، الهوز حط لي جاي من هنا رايح من هنا ومطول السالفة إلى هناك. طيب هنا كان فيه وصلة بلاستيكية تنكسر، وهذا الدليل على راعيها من أول، صارت معاه نفس المشكلة وغيرها بقطعة حديد ثانية. هذا ما له داعي كلها، افترض هذا الهوز واحد اللي هنا مباشرة يركب من الكوع على القربة الهواء بدون اللفة هذه، يجي سيده وانتهى الموضوع. ايش الهدف من الحركة هذه ما ادري. على العموم راح انا افك الكوع وراح بعدين ان شاء الله نعدل الهوز هذا. فكين البلف، وهذا عندي الان البلف حق الوكالة في المسامير بالمجموعة كاملة، وهذا عندي الكوع حق شركة اكسيد مع البلف حق الشفر. هذا البلف يركب بهذا الشكل بدون اي تعديل، بدون اي تعديل، وحتى بدون حاجه للوجه هذا اللي هنا. هذا البلف يفك لان هذا حق قطعه التثبيت، هذا السوسته والبلف اللي هنا، لكن ما يتغير الا كامل، ما ينباع الا كامل. هذه تركيبه البلف القديم، هذا البلف اللي دائما يعلق، احيانا برضه احط فيه برضه بلوف رياضيه، لكن برضه البلوف الرياضيه حتى لو كان نفس الحجم يتغير هذا على القاعده الاولى، لكنه للاسف مشاكله كثيره تعليق، وبرضه حتى حركته او عمليته للاسف ضعيفه، ما يعطي نفس الاداء للمحرك ويفتح بشكل اسرع. لكن هذا ما شاء الله تبارك الله عملي، سواء ركبت البلف حق الوكاله او بلف رياضي. هذا اللي عندي هنا 71، هذا نوع البلف شركة معروفة. موتوراد او موتوراد، نعم 71. العمل هذا الان كله هذا محتاجه، راح اركب البلف هذا. قبل اركب البلف راح نطلع المويه الا في السرندلات واللي في الثلاجة، اللي في الثلاجة راح نطلعها ان شاء الله عن طريق الهوزات اللي راكبة في طرمبة المويه. هذه عندي هوزات راح افك واحد منهم، والثاني راح اخليه عشان ينزل مع او افكه كل اثنين عشان ينزل المويه، واحد ادفع فيه الهواء والثاني يخرج من الهواء في المويه. طبعا بالعاده انا احط الهوز هنا حق التنفيخ وادخل المسدس في الترومبه واطلع الهواء ويطلع من الفتحه هذه حق الراجع. الحين انا ركبت البلف الجديد الكوع بدون البلف، هذا البلف عندي هنا، بس ركبت الكوع عشان اغطي القطعة العلوية وراح اسوي تنفيخ عن طريق الهوز هذا، وبرضه قفلت غطا القربة على مو برضه غطا القربة ما لها علاقة الآن، لكن راح انفخ من الهوز هذا واشوف هل يطلع معي موية من هنا ولا لا. إذا ما طلع راح اطبق الحركة القديمة. نجرب الآن الهوز الكبير حق الراديتر، ممكن الهوز هذا واسوي تنفيخ منه مباشرة. ما شاء الله تبارك الله،
نشوف الهوز برضو الأسفل. كيرو هذا فكين الهوزي وهون طلع مويه ما شاء الله. فالحين بجرب واحد من الاثنين اي منهم اللي يطلع مويه. الحين هذا عند الهوز الكبير اللي راح الثلاجة، وهذا عند الهوز الصغير. هذا الان المويه حق الثلاجة. بعد ما فرغنا المويه من كل الانظمه الراديتر سرندلات ثلاجه، قفلنا الهوز حق الثلاجه، قفلنا الهوز حق الترمبه اللي هنا، رجعنا برضه الهوز حق الراديتر. هذا الان عندي الكوع فكنا، وهذا الان عندي البلف 71، طبعا انت بتغير 86 هذا شيء يرجع لك. وهذه السيستم حقت اول الفتحه حقت التنفيس. العبوا تلاحظوا الجلده تركب بالملي، يركب حتى مع القاعده هذه جايب الملي على القاعده السفليه، مع القاعده السفليه انا ما يهمني، يهمني الفلف متى يفتح وعلى كم يفتح. هذا الان عندي التركيب جاهز. طبعا هذا راح الان سنتره مع الهوز حق التنفيس، طبعا بهذا الشكل راح يكون معي بهذا الشكل. لاحظوا هذا عندنا الان البلف قبل التركيب. طبعا جيت افك افصل الهوز هذا ولاحظوا قد انكسرت، ولكن شبكوها عن طريق اللي هو سيليكون ورابطينها بسلك، يعني قربوها من بعض بسلك غلط، يعني كانوا يحطون هوز طويل مره واحده او يطلعون الكلبسه هذا او الماسوره الصغيره اللي يعني انا ما ادري ايش الهدف منها، يعني على الاقل على الاقل حطوا حديد او حطوا هوز مره واحد طويل. على العموم راح فك القفيز وراح اخذ، هذه من اثار سلبياته الحين ينكسر وانت جاي في خط ويرفع لك حراره، كل هذا الفيلم ما يحتاج. ركبنا البلف، شدينا المسامير، وهذا عندي الان الهوز حق التنسيم او التنفيس اللي جاي عن طريق الاطار المروحه، جبناه من اسفل الثروتل. وهذا عندي الهوز بكل اريحيه مريح من خلف اسفل الثروتل وخلف الدينامو ورايح مباشره بدون فلسفه بدون شيء، مريح بدون لا شد ولا حك ولا شيء. انا كده خلصنا من منظومه او منظومه التبريد. بدي اروح ان شاء الله اذا غير خلصنا نختبر درجه الحراره قبل وبعد مع المكيف. هلا راح ان شاء الله ننتقل الى اللي هو الغاء الفرامل واخذ الهواء عن طريق الترمبه هذه. راح ان شاء الله احول الهوز هذا اللي جاي من الباكم، هذا الهوز جاي من الباكم على ترومبة الباكم اللي جاي من المحرك، راح الان الغيها ونركبها مباشره
مع الهوز حق بلف التبخير. هذا بلف التبخير راح اشارك بريق قسام يطلع لي هواء. البعض يقول لك ليش تحطه مع بلف التبخير الهوز كذا، ممكن يسبب زيت او ترشيح، ما له علاقة. الباكب اساسا يعمل عن طريق سحبية الهواء من الثلاجة وليس ياخذ، يعني هو يسحب هواء عشان يشتغل ما ياخذ هواء. فسواء في تبخير ما في تبخير ما له علاقة، هو يسحب هواء من الباكم على الثلاجة، فما له هي علاقة سواء تبخير ما تبخير، راح كله يكون على الثلاجة. الباكم ما راح يتضرر نهائيا، وهذا النظام معروف في أغلب السيارات. أسمع الصوت قبل. طبعا حتى الكهرباء علبة الباكم أساساً فيها برضه حتى تحريك علبة الباكم أيضاً فيها تحريك. أيضا العلم سبق الفك الفيش حق حساس الهواء أو ضغط الباكم أو بلف. طبعا هذا حساس مع بلف، القفلة هنا حقت الفيش هذه ما موجودة، هذا معناته قد فك، يا إما عشان تغير طربة الباكم معناه ما لها علاقة، أو إنه كان فيها عطل وفحصوا النظام. على العموم هذا عندنا الآن الفيش يجي فيه قفلة ما هو موجود، طبعا ما من الضرر بس هذا دليل على إنه قد سبق الفك. هذا الهوز اللي جاي من طرمبة الباكم فكناه من هنا، هذا الصمام راح بدي ارجعه كسدادة، وممكن الغي الطرمبة بالكامل. راح الان نفك الهوز هذا. فين الهوز؟ راح برضه افك الهوز الثاني حق اللي هو التبخير، عندي هنا في الثلاجة واحد والخط الثاني اللي هو جاي في البث. هذا الان عندي الهوز حق بلف التبخير، انا راح اشيل منهم الروس هذه والروس هذا والروس هذا والروس هذا، وركبها على الهوزات الجديدة. الحين هذه المجموعة اللي فكينا، هذا الروس، هذا راح هذا حق الباكم، هذا حق ترومة الباكم، هذا حق اليات التبخير. هذا الهوز اللي فكيناه حق المويه اللي كان هنا زايد ولغيناه، هذا راح نستغل ان شاء الله للتوصيلات لبلف التبخير وللباكم. الحمد لله تم الانتهاء. لاحظوا القسام الابيض الثلاثي هذا عندي هنا، خط واحد جاي كذا الخط كذا رايح. هذا الان عندي هنا الراس حق التبخير اللي في ثلاجة، وهذا عندي هنا الراس اللي في بلف التبخير، وما شاء الله تبارك الله ما تغير علينا شيء. هذا فقط الان الهوز اللي من المخرج الثالث حق القسام رايح للباكم مباشرة. نظام الباكم الان اللي عندي هنا الترمبة خلاص الغيناها، وهذه الان الصمام اللي هنا هو المخرج حق الهوز، هذا شلنا الهوز وقفلنا المخرج بالسيليكون اساسا حتى خلاص بعد ما يحتاج، بس لابد نغير الترمبة او نشيل الترمبة. ليش؟ ونقفل محلها. لاحظوا عندي هنا صارت تمسك ما 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 في دوران سلس، فعشان كذا في هنا تهريب في حلق الترمبة الباكم، يعني هذا بسببها ضعف تحجير الفرامل وايضا سبب تهريب في زيت المحرك. فاحاول ان شاء الله الان احاول الغيها باي شكل من الاشكال، سواء عن طريق القاعده او عن طريق لها، لانه لما تفك الترمبة الباكم يجي لها مخرجين، واحد رايح وواحد جاي، راح نقفل الاثنين او اللي يطلع منه الزيت وانتهى. وهذا السير وداعا. الان يبقى عندي كذا نظام بسيرين، سير للمكيف وسير للمحرك. طبعا عشان نفكها الترمبة راح نفك العمود حق الدركسون هذا، راح نفك او نفك واحد من المسامير هذا حق العمود، راح نفك برضه الصليب اللي هنا حق الدركسون عشان نوصل للمسامير الاربعة حق ترمبة الباكم الفرامل. العمود
على المسامير. هذا عامل دركسو الان بس باقي معي، احاول يمكن افك الصليب هذا عشان يعطيني اريحية في الفك والتركيب. لازم افك الصليب، عشان تفك الصليب هذا لازم افك العمود المسمار 11. كاين المسمار هذا عندي الصليب، صار عندي الان الوضع مكشوف من اسفل. كاين الترمبة لاحظوا عندي هنا في فتحتين كلها لها سنة، هذا الان بحاول اقفلها بسنتين او مسمارين يقفل الفتحة، مو الاسفل هذه لا، اللي في المنتصف واللي في اعلى هذه. لاحظوا هذه المجرى الاثنين اللي في المنتصف هو اللي يتقفل بفضل الله، بفضل الله سبحان الله. المجرى حقت الترومبة تباك من الفرامل المقاس حقها لها مسننات، وهذا واضح من الشركة الصانعة انه حطوا لها مكان مجرى سدادة، يعني لها مكان مسمار اذا بتقفلها قفلها. فهذا عندي السرة حقت الكارتير الجينيسيس اللي يجيك غيرها اف زد او زد اف، اللي يجيك لها سرتين. طبعا الكارتير حق الجينيسيس نفس نظام البي ام دبليو والرينج روفر واي غير زد اف او اف زد اف زد، يجي لها سرتين، سرة تفريغ وسرة معايرة. انا دائما الكارتير اللي جاي واغيره اشيل منه المغناطيس، اشيل منه السرة هذه. فسبحان الله السرة العلوية والسفلية كلها جت بنفس المقاس، وهذه تعتبر سرة سيف. لاحظوا قفلناها، هذه الداخلية والخارجية كلها بنفس السرة. فالحين أنا بركب العمود والدركسون ونشغل، أهم شيء ما يكون فيه أي تهريب. وكذا الآن يعتبر لاغين ترمبة باكم الفرامل بالسدادة هذه. طبعا أي مقاس مو شرط يكون نفس ذي، هذا طبعا لينكي مقاسها 50، لكن السنة صراحة ما أعرف، لكن تقدر تقيسها بأي صامولة من المسامير حسب المقاس. وحتى أعتقد سرة الكوامري حق الكارتير برضو تركب بنفس المقاس. شدينا الصليب، الحين راح نشغل السيارة نختبر التهريب. بسم الله ما شاء الله ولا غلطة. كذا الان حلينا المشكله حقت التهريب ومشكله التحجير مثلا بفضل الله، او ضعف الترمبه، وما شاء الله تبارك الله باقل تكلفه، ويعتبر هذا حل نهائي مدى الحياه بخصوص ترمبه باكر الفرامل. يعني ما في تخرب تغير ترمبه وحركات وتهريب وذا، خلاص النظام هذا الان الغيناه، صار الان نظام الفرامل يشتغل عن طريق الهواء، عن طريق سحبيه الثلاجه نفسها، نفس نظام الجيل 14 وما قبل، وحلينا مشكلة التهريب. ولو قدر الله صار في تحجير سواء الترمبة فلا، خلاص بعون الله كأن النظام هذا ما هو موجود نهائيا. شوف الاسماء البطانة، هذا ابوي عندي هنا كلمة خود. طبعا شغلنا السيارة بدون مروحة، طب بدون مكيف، حتى فتح البلف
والآن شغلنا المكيف ونشوف أكثر درجة تنزل معنا الحرارة الآن على بلف 71. طبعاً الكوع هذا ركب عليه أي بلف، لكن جاب معنا بلف 71. الآن بس يحتاج الرجل ممكن له إنه يبرمج البراح، يبرمج المراوح، وبعون الله ما يوقف لا جبل ولا بر ولا بحر، بعون الله. طبعاً هذه طرمبة الباك حق الفرامل الميكانيكية تعمل بالزيت، لاحظوا عن طريق حركة الكرنك. لكن صراحة صارت البكرة عندي هنا توقف، لاحظوا ما هي نفس الحركة الميكانيكية العادية سلسة، تحس انه فيها خلاص. العموم انتهينا من المشكلة هذه نهائيا. الان الناس اللي تلغي طرمبة باك من الفرامل عن طريق الهوزات تحول على الثلاجة وما عندها تهريب، بعون الله خلاص ما عاد فيه تهريب. لكن اللي هربت لانه من كثر الاستخدام مع العمر الافتراضي احيانا تظل تهرب من نفس البكره. لكن اللي بيلغي الهوزات وباقي ما عنده تهريب، بعون الله ما عاد تهرب نهائيا. ليش ما تهرب نهائيا؟ لانه خلاص توقف حركه بكره الكرنك. والله ما شاء الله كنتم بالكرامة، صار داس الفرامل الآن فرق بشاسع ما شاء الله تبارك الله. لو تدعس الآن لبكرة ما عاد في تحجير، والدعسة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. لاحظوا حرارة القير المحرك 76 في عز الظهر مع المكيف ما شاء الله تبارك الله. ناخذ جولة المشوار ما شاء الله تبارك الله. ناخذ جولة ما شاء الله تبارك الله. درجة الحرارة 43 الله يبارك يا رب. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.